نستضيف الشاعر نجيب بن داود على هامش توقيع ديوانه ميرا، وهو إحالة يعني أسطورية أو كذلك في التراث الثقافي الشعبي المغربي. هل هذا الديوان هو يعني هو جذبة يعني في حضور جانب الثقافة الشعبية؟ يمكن اعتباره كذلك، لأنني كنت دائما مهوسا بالثقافة الشعبية في شتى أشكالها، سواء من الغناء أو الزجال أو الشعر أو الرسم إلى آخره. وبالفعل هي جذبة عيسوية صوفية ديال للميرا جنوية أصي للميرا الجنوية. والتراث هنا كيبقى فقط واحد الطريق أو واحد الشمال اللي يمكن يفتح لنا أبواب أخرى اللي هي معاصرة. دونك التراث لا يعني الانغماس في الماضي أو تمجيد الماضي، وإنما التراث يعني أننا نجعل من التراث شيئا حاضرا يمكن أن يقوم بمجموعة من المسائل الإيجابية بالنسبة للتربية بالنسبة لشتى المجالات. نعم، على مستوى يعني القراءة النقدية التي قدمت يعني يكون في حالة المرجعية المتعددة يعني، ويعني هناك عدة حضور عدة فنون مثلا الرقص والرسم والشعر يعني موسيقى يا أخي. يعني بالفعل يعني الجمال هي قيم إبداعية جمالية استحضار هذا البعد يعني البعد الثقافي في بالنسبة لي. بالإضافة إلى البعد الثقافي، هناك في الكتابة خاصة الشعرية هناك البعد الثقافي لا بد أن يكون حاضرا، ولكن يجب كذلك أن نعطي لهذا البعد الثقافي أبعاد أخرى مرتبطة بما هو إحساس أو حواس. ونحن نعرف أن الحواس الخمس كلها يمكن أن تتجاذب وأن تجعل من التعبير تعبيرا ماشي أحد الجانب وإنما متعدد الجوانب. نعم، من خلال التجربة الشعرية استحضر فيها الجانب الذاتي ويعني الواقع الحياتي يعني اليومي. استحضر هذا البعد يعني التدخل ديالو بالنسبة لك، وكذلك بالنسبة للفضاءات اللي استحضرتها خاصة من تطوان، يعني حضور ديال الفضاءات واش استحضرتها في الديوان؟ طبعا الحال انا اكتب اسكن بمدينه تطوان، وبالتالي كتابتي تنبثق من فضاءات هذه المدينه، شتى الفضاءات التي تسمح لي بان اعبر عن احساس داخلي باطني. وهذا لا بد اي انسان الذي يكتب لا بد انه سيتاثر بالفضاء الذي يعيش فيه. بالنسبه لي شيء طبيعي هذا اليومي، كذلك اليومي لا من ناحية الفضاء ولكن من ناحية كذلك التجارب اليومية لا بد أن تؤثر في من يريد أن يكتب خاصة الشعر. نعم، على مستوى كتابة الشعر باللغة الفرنسية أين يمكن أن تنوك على نفسك وتجربتك بالمقارنة يعني باستحضار التجارب المغربية في الكتابة والدعم باللغة الفرنسية؟ أنا أكتب بالفرنسية ماشي إرادة، لم أختار أن أكتب بالفرنسية. واحد، أكتب بالفرنسية لأنني درست بفرنسا، عندي ثقافة شوي فرنسية، وبالتالي تأثرت بهذه اللغة، تأثرت كذلك بالأدب الفرنسي وكذلك بالأغنية الكلاسيكية الفرنسية، وهذا ما جعلني أميل إلى الكتابة باللغة الفرنسية. أما أين أنا من باقي، هذا لا يمكن أن أقول أنا شيئا، فلا بد للقارئ القراء هم الذين يمكن أن يصنفوا شاعرا أو إنسان يكتب في مجال في مستوى ما. لا يمكن، أنا معجب بالأستاذ. إذن تجربة متعددة، روافد ثقافية متعددة تنشد إبداع والجمال من أجل شعر راقي يعني كي يعني يستحضر أبعاد إنسانية وكذلك البعد التاريخي الثقافي اللي ذكرته في للميرا الجنوية، البعد اليومي التجاربي أو الأمبيريك اليومي، وكذلك البعد ديال الفضاء تطوان، البعد الجغرافي كذلك، وكذلك البعد
تكويني تكويني يعني تكوين بفرنسا إلى آخره. هو كذلك أثر لابد أن يؤثر باللغة الفرنسية وحتى بعد الصور. وفي الأخير انطباعك حول المشاركة في هذا الحفل توقيعته بمدينة العرائش؟ جد مسرور. كتاب الشعري جد مسرور في القاعة الجميلة، جد مسرور بالأستاذة التي التي نظمت سعاد الوليدي، سعاد الوليدي التي الناقد كذلك اللي قدم الناقد كذلك. وأود أن أشكر كذلك لاميف الأسوسياسيون دي زونسيون دو فرونسي، جمعية مدرسي اللغة الفرنسية، جمعية مدرسي اللغة الفرنسية في شخصي الأستاذ عبد العزيز قندير، الأستاذ عبد العزيز قندير. وأشكر الجميع وأشكر أنت كذلك وأشكر إخواني في مجال مجلة ديالكم كذلك.